فقدتي حد من الحادثة دي؟ جوزي وماما وجوز اختي وجوز اختي واخو جوز اختي وعمي وجوز عمتي وابن عمتي وبنت اختي واختي كله كتير. 10. انت عندي كم سنة؟ 24. عندك ولاد تاني غير جون؟ عندي جونيور عندها 5 سنين. هي كويسة؟ يعني كويسة بس اكيد نفسيتها تعبانة جدا عشان كنت شايلها تحت الكرسي. تصلوا في عز الالم ده؟ طبعا كلنا محدش جه عند الجثث كله كان بيصلي الاول اثناء الضرب وكده. كنتوا بتصلوا ولا لا؟ كلنا يسوع على طول مفيش حد فينا هم سمعوا وانتوا بتقولوا يسوع؟ كلنا كلهم سمعوا كلهم سمعوا عشان كده قتلوا الرجال على طول الاول. في حد على الرجال على طول في حد لما قالوا سمعت يقول لك في ناس انكرت ايمانها وكده؟ لا 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 انكرنا ايماننا لا طبعا ازاي. طب ما كانوا نزلونا وكانوا عملوا اي حاجه معانا حلوه طالما انكرنا ايماننا احنا بننكره ليه؟ احنا عايزين يسوع بس واحنا واثقين ان هو مش هيسيبنا هو معانا هو بيحبنا. بعدين عيلته كلها دلوقتي فوق في السماء بترنم. عيلتكم كلها في السماء بترنم؟ انا سمعت انتوا كنتوا بترنموا اصلا وانتوا رايحين صح؟ ايوه كلنا. طيب مش عايزك تبكي وانا اسف جدا ل انتي بطلة وانا بشكرك ومش عايز اتعبك اكتر. تقوم الشهادة اللي اقول الشهادة هيخلصوه هسيبوه يمشي محدش راضي كلهم وقفوا قالوا انهم مسيحيين وهيتمسكوا بايمانهم. سألوا عيل صغير عنده 3 سنين قالوا قول الشهادة قالوا ما على مسيح ضربوه بالطلقة في ظهره عشان قالوا ما انا مسيح. لف عليهم كلهم قالوا قول الشهادة اللي ما رضاش يرقى مواتير اخويا كان هيسيبوه بس لما اختي قالت امانة لازم صوتها العالي كانوا عايزين يموتوها فلما خدها رضاها وحماها فرغوا فيه هو كله مضروب في رقبته في صدره وفي ايديه وفي رجليه مبهدلينه خالص. قولوا قالوا لا مش هنقول مش بشور اهو قالوا مش هنقول انا مسيح ضربوه تسحت افكار ضربوهم كله شار الحريم قالوا نقول قالهم لا احنا مسيحيين ضربوهم كلهم ضربوهم كلهم ما نكروش قالوا احنا هنضربكم قالوا ضربونا قولوا مش هنضربكم قالوا لا مش هنقول وضربونا ضربوه كرك يا رب من صغرات لك من صغرات لك يا واحد من كرتوش يسوع من كرتوش يسوع ورفعت الصليب يا حبايبي نشكرك يا رب. يسوع المسيح يعرفوه يا ناس والمسوه وانت هتحبه جدا وانت هتحبه يا حبايبي اطلبوه صدقوا فداكوا فداكوا على الصليب أول ما تطلبوا هيجيكوا صدقوا. فخور نبي حبيبي ومستحيل ابدا افرط فيه تبر نجا في دوامتي طريق وحياه وبقيامتي وبفتخر اني منتمي ليه. فخور نبي حبيبي ومستحيل ابدا افرط فيه تبر نجا في دوامتي
قراري هو حياوي بيه يا انتي وبفتخر اني منتمي ليه. قولوا لحبيبك اسمه ايه ومن غير حتى ما تقولوا احب اني احكي عليه حبيبي واسمه ده الموضوع شرف لي ان انا انولو ان حبيبي بقى يسوع. قولوا لحبيبك اسمه ايه ومن غير حتى ما تقولوا احب اني احكي عليه حبيبي واسمه ده الموضوع شرف لي ان انا انولو ان حبيبي بقى يسوع.